وكف مستعل ولا ينكف بكسر كغالي من لا أجه. قال حروف الاستعلاء على قوتها تمنع الإمالة كقولك طالب وغالب وقاتل تكف. وكذلك منافق أعوذ بالله منافق وقع بعدها وناقم وناظم حرف الاستعلاء وقع قبل ألف وبعدها يكفها عن يكف الإمالة يمنع الإمالة. لكن إذا جاءت بعده راء مكسورة بشرط التأتية بعد الألف وبعد حرف الاستعلاء الراء المكسورة هذه لا بد أن تكون متأخرة عن حرف الاستعلاء وعن الألف. وابن الملك رأى قال كغالي من لا أجف. قال فاعتبروا يا لبصيري لبصيري الصاد حرف الاستعلاء جاءت الراء وتغلبت عليه لأن الراء أصلا حرف تكرار تقول الراء الراء فهي كسرتها عبارة عن كسرتين كسرتين غلبت أوي لبصيري. كذلك وإن الآخرة هي دار القرير الراء هنا غلبت اثنين القاف والراء القاف يمنع الإمالة والراء المفتوحة تمنع الإمالة مثل راشد أوي غلبتهما معا. أنا أقول وكف كف المستعلي تكفه الراء المكسورة وكف مستعلي ولا ينكفه بكسرة كغالي من لا أجف واضحة. ثم قال فإن تقدمت الراء المكسورة عليهما لا تمنعه. سنرجع لماذا رباط الراء مكسورة لكن تقدمت على الألف وعلى حرف الاستعلاء لا تمنعه لاحظ. لكن إذا قلت لبصيري الراء المكسورة جاءت بعد حرف الاستعلاء لا بد أن تتأخر عنهما معا. فإن تقدم عليهما معا بقي المنع أو دخلت بينهما مثل سارق أيها أنكم لسارقون هذه لا تمال الراء المكسورة جاءت بينهما جاءت قبل حرف الاستعلاء وبعد الألف فهمت. وابن مالك من روعته مثل قال كغالما هذا المثال يتوفر فيه الشر لأن الراء المكسورة جاءت بعدهما معا لاحظت هذا عليه. قال ولا تمل لسبب لم يتصل السبب إذا كان في كلمة والألف في كلمة لا يمنعه مثل رأيت يدي سابور رأيت يدي سابور يدي ياء والألف في كلمة أخرى يدي في كلمة هذا السبب منفصل. وكذلك لهذا الرجل مال لهذا الرجل مال الكسرة في كلمة والألف في كلمة أخرى بخلاف يريد أن يضربها قبل يريد أن يضربها قبل المانع في كلمة ولد في كلمة يمنعه. لماذا؟ الأصل عدم الإمالة ما حصل الأصل عدم الإمالة يصار إلى الأصل بأقل سبب إذن المانع المنفصل يؤثر والسبب المنفصل لا يؤثر. رأيت يدي سابور الياء في كلمة وهي سبب الإمالة ولد في كلمة لا إمالة سابور لهذا الرجل مال الكسرة في كلمة والألف في كلمة لا إمالة. لكن إذا قلت يريد أن يضربها قبل ما تقول يضربها تقول يضربها قبل المانع وهو القاف حرف الاستعلاء في كلمة والألف في كلمة يمنعه. أنا أقول ولا تؤمن لسبب لم يتصل والكف قد يجيبه ما ينفصل. ثم قال النوع السادس من أنواع السبب السادس من أسباب الإمالة الإمالة للتناسب التناسب الألف ليس لها أي سبب للإمالة لكن جاورت ألفا ممالة فيها سبب فتمال أو كانت آخر لفظ جاور آخر لفظ آخر ممال مثل إذا مثلا مثل تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها جاورت جلاها ويغشاها فأميلت هذه لماذا لسبب عمادا رأيت عميدي الألف الأولى التي بعد الميم قبلها كسرة لكن الألف التي بعد الدال ليس لها سبب لكن جاورت هذه حتى تكون الأصوات متناسقة. لو قلت عميدا فيها نفراء كنت أقول طلبا المضاف إليه يؤثر في المضاف 11 تأثيرا لكن المضاف الحقيقة هذا ليس مضافا. لكن أقول للطلاب العدوى أنا لا أؤمن بالعدوى لكن النحو فيه العدوى مثل هذا. وقد أمال لتناسب
بعض الشراح المغاربة يقول يستحسن أن تقرأ هكذا: وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعميدة وتلا، حتى يفهم طالب منك عميدة، وأنا أقرأها بهذا الشكل كعميدة. ثم قال: ولا تمل ما لم يتمكن، الأسماء غير المتمكنة مثل مهما والحروف كإما وأما، أما هذه لا تمل، لا تمل ما لم يتمكن دون السماع، لا سمعت ذلك من العرب غيرها وغيرنا، ها ونا ولا، هاي تمال، ها تقول مررت به، مررت به أبوي قبلها كسرة، واطلعت عليه قبلها ياء، ونا تقول مر بيني تمال قبلها كسرة، واطلع علينا قبلها ياء، وسمع إمالة قول البعض العرب افعل هذا إما لي إما لا، إيه كنت لا تفعل غيره إما لي. ومن مثال ذلك السمع مثاله متى، ورش يقول ويقول متى هذا الوعد، قلتم أني هذا عسي أن يكون رضي لكم. ولا تمل ما لم ينل تمكن دون سماع غيرها وغيرنا، السمع مثل متى وعسى وأني. بقى انتهينا من إمالة الألف، جاء إلى إمالة الفتحة، والفتحة قبل كسراء في طرف أميل، الفتحة إذا كانت بعدها كسراء مكسرة أميلها انحو بها الكسرة، مثل بشلل إنها ترمي بشلل غير أولي الضرر، الضرر حتى لو كان قبلها حرف استعلاء، الضرر وراء مفتوح الضرر تمال قبل كسراء. ظاهره أن الفتحة لابد أن تكون قبل الراء المكسورة، وليس كذلك يمال نحو أشر، أشر همزة فتحة الهمزة أملها، لأن بعدها راء مكسورة بينهما كسرة أو بينهما ساكن، مررت بعمر، عمر الفتحة قبل راء مكسورة بينهما فاصل هو الميم الساكنة أمله لا يمنع إلا إذا كان الساكن ياء، يعني نحو بغير الياء الساكنة تمنع غير بس الوحيد. فإن كانت الراء قبله، كانت الراء المكسورة قبل الفتحة لا تمال لا تؤثر، نحو ريمم، ريمم لا إمالة، والفتحة قبل كسراء في طرف لا بد أن الراء المكسورة تكون بعد الفتحة لا قبلها. كي الأيسري تكفى الكلة، النبي صلى الله عليه وسلم حير بين أمرين لاختار أيسرهما وما لم يكن إثما، كي الأيسري، الأيسري تمال فتحة السين للراء بعدها، كذلك تمال الفتحة إذا وقعت قبلها تانيث، وذلك خاص بالوقف كذا الذي تليه التانيث في وقف، نحو علامه راويه، هاي وإن كانت ليست التانيث، وتقول رحمه، رحمه والشام يقولون سورية ويقولون مشكلة إلى اليوم، مشكلة سورية أبوي، قالوا لأن تاء التانيث تشبه الألف في المخرج والخفاء والوقوع آخر، والمعنى كل منهما للتأنيث، أملنا الألف فنمل، أملنا الألف فنمل الفتحة لأجل ياء، واضح، أملنا الألف الألف إنها منقلبة عن ياء أملنا هذه، نقول والفتحة قبل كسراء في أمل كذا الذي تليها التأنيث، وإذا ما كان غير ألف، إذا كان ألف لا، الصلاة والزكاة الألف هنا تليها هاء التأنيث، لكنها ألف لا تمال لهذا إذا ما كان غير ألف. قل سيبويه إمالة الفتحة قبل تاء التنين لغة فاشية في الكوفة والبصرة وما جاورهما، سبحان الله، زال اليوم هذه الإمالة عند أهل العراق وعند أهل الشام، انتهى البر والله.